ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين. فقرتنا النهاردة فقرة بتبقى فقرة ثابتة في البرنامج، مواهب التيك توك. حبينا الفقرة دي تبقى معانا باستمرار عشان بجد التيك توك بيطلع ناس بجد عندهم مواهب فعلا حقيقية، وفي ناس ما شاء الله بيبقى عندهم كاريزما، بس للأسف 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 محدش بيكتشفهم. النهاردة معانا إيكو الجميل، ما شاء الله عليك، بيعمل أفضل تاتو على مستوى جمهورية مصر العربية، ويعتبر نمبر 1، سافر أمريكا وسافر دول كتير جدا. معانا أستاذ عبد الله منور نجم تيك توك، ومعانا مهند الجميل، منورنا يا مهند حبيبي. نبدأ الأول بإيكو، دخلت إزاي تيك توك وعالم التيك توك ووصلنا لفين لحد دلوقتي؟ يمكن في الاول ما كنتش مهتم بالموضوع، من ايام ما كان في ميوزيكلي في الاول ما كنتش شايف ان انا هعرف يعني ازاي هنزل شغلي على التيك توك او ابتدي اظهر بيه على التيك توك. بس اكتر من حد من صحابي على السوشيال ميديا قال لي انت معاك اصلا كونتنت. انا اسف معايا مداخله. الو الو الو، استاذ مصلي، ازيك يا استاذ وائل؟ استاذ وائل مدير فروع شيخ البلد، ان شاء الله هيبقى دي الفقره الثانيه لينا. عايز اقول لكم شيخ البلد للعلم اللي هو دلوقتي واخد رقم واحد على مستوى القاهره في المطاعم. ازيك يا شيخ وائل؟ ربنا يخليك يا متولي، وانا سعيد جدا بالمداخله الجميله جدا. استاذنك توطي التلفزيون شويه يا استاذ وائل بعد اذنك. انا بعيد عن التلفزيون خالص. طيب عايزين نعرف انت ازاي برنامج مهمات خاصه صنفك رقم واحد في المطاعم؟ اولا نتيجه لجوده، احنا طبعا زباينا احنا في المطريه وفي جزر التيس اشهر من المسكر. بالاضافه ان احنا لينا جوده معينه وخدمه عاليه جدا للعملاء بتوعنا. خدمه من حيث خدمه الدليفري ومن حيث جوده المنتج. بنحاول على قدر المستطاع، طبعا احنا بنقدم لحوم بدله 100% من مزارعنا، سواء كانت الفراخ حتى من مزارعنا. طب استاذ وائل احنا عايزين نسال سؤال مهم جدا، جالنا على صفحه البرنامج قالوا في شيخ البلد موجود في عين شمس، شيخ البلد موجود في مهندسين، شيخ البلد موجود هنا وهنا وهنا، ردك ايه؟ لا لا لا، احنا مالناش فروع خالص غير فرع المطريه وفرع جسر السويس بس، واحنا مسجلين بالعلامه بتاعتنا اللي هي شيخ البلد الكفته بالمتر زي زمان. طب هو في جالي رساله كده بيقول لي يا جماعه في حد كاتب شيخ البلد ده في عين شمس، ده تبعنا ولا لا؟ ما يمس لشيخ البلد نهائي. لا 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 لا، يمت شيخ البلد اصلا. تمام. طب انتوا بعد كده يا جماعه لو اي حد خد اسم شيخ البلد هترفعوا عليه قضيه بعد كده وتقضوه؟ احنا طبعا احنا ما حدش مسجل بالعلامه بتاعتنا خالص، حتى اللي بيحاول يشمت اسمنا بنحاول نتواصل معاه تواصل مباشر، وهو بيغير اسمه، يعني مثلا ممكن يغير اسمه باسمه الشخصي، بص تم نفسه اي اسم تاني غير اسم شيخ البلد. طب استاذنك تقول لي الرقم المختصر بحيث لو حد عايز اوردر او حد محتاج. الهوت لاين بتاعنا 15188. الهوت لاين الخاص بينا كفروع شيخ البلد، فرع المطريه وفرع جسر السويس 15188. عايز اقول لك خدمه عملاء مميزه جدا. عايز اقول لك برضو انت تصنيفك دلوقتي حاليا، اما احنا جينا نصنف المطاعم خدت انت رقم واحد على مستوى القاهره في مطاعم جمهوريه مصر العربيه، وده حاجه بجد يعني تستحقها بجداره. شكرا متولي لحضرتك جدا، وشكرا لاستضافتك الجميله. عايز اقول لك ان شاء الله استنانا ان شاء الله في فقره الجزء الثاني هنعرض بقى يا جماعه مطعم شيخ البلد بطريقتنا، ان شاء الله تعجبكم جدا. وان شاء الله الحلقه الثانيه باذن الله باذن الله الحلقه بتاعت يوم الاربعاء الجاي برضو هناخد فرع جسر السويس. طب احنا عايزين منك طلب صغير. احنا عينينا القناه عايزه تيجي تتغدى عندك يوم الجمعه او السبت. ده يشرفونا كل التيم بتاع القناه، يشرفنا ونورنا، ويكون شرف لينا ان انتوا تشرفونا كلكم. يعني ده وعد؟ ده وعد طبعا. ان شاء الله هيبقى في سفره قويه جدا في جسر السويس. ان شاء الله باذن الله. هم مستنيين اهو سامعين. كل نجوم مهمات خاصه من اول فريق الاعداد لحد الاخراج لحد الاستاذ متولي سعيد. ان شاء الله احنا مستضيفينكم في فرع جسر السويس يوم الجمعه القادم ان شاء الله. وان شاء الله هنصور برضو باذن الله هنعرضها الحلقه الجايه. بشكرك جدا يا استاذ وائل مدير الفروع، واستنانا عشان الجزء الثاني ان شاء الله هنعرض شيخ البلد. شكرا جدا، اشكرك. ورجعنا للفنان الجميل، معذرة هو شيخ وائل دخل مداخلة، وهو مدير فروع شيخ البلد يعتبر واخد رقم واحد في الفروع. طيب قول لي بقى وصلنا ازاي للتيك توك وعملنا ايه؟
بس فانا لما حد من صحابي قال لي ان انت بتقدم محتوى حلو ازاي ما تستفادش بيه وتنزله على التيك توك، بالعكس ده بره يعني معظم الناس في يوروب بينزلوا الحاجات دي بيستفادوا بيها حلو جدا، هتجيب فيو وهتجيب لايكات، وما تتضايقش في الاول ان انت مش هتجيب لايكات. في ناس عندها دلوقتي 2 مليون واكتر ابتدوا بلايك واتنين، وفعلا سمعت كلامه، ابتديت انزل كل يوم فيديو لحد ما وصلت دلوقتي ان انا داخل على 50,000 في فترة حوالي شهرين او ثلاثة، ولقيت ان التيك توك كمان بدأ يزود لي الانستجرام بتاعي والاكتف بدأ يعلى، يعني انا دلوقتي الانستجرام بتاعي ربع مليون. يعني انت شايف التاتو ده اي حد يقدر يعمله بسهولة؟ لا بص، هو موضوع التاتو ده وقت لو انت يعني هو ملوش علاقة ان انت تكون ارتست كرسام، بس ليه علاقة ان انت تكون درست. اذا كان خدت سافرت كورس، امريكا بالفعل؟ انا مش سافرت امريكا، بس انا اتعلمت هنا في مصر على ايد اتنين او تلاتة اجانب. طب سؤال بقى مهم، فنانة جميلة قالت في تصريح، طبعا هم أكيد هنعرفها دلوقتي، قالت هو التاتو يعتبر إدمان 100%. التاتو إدمان؟ إدمان فعلا؟ التاتو إدمان في حالتين، أه إدمان في حب شكل التاتو على جسمك، وإدمان في المادة بتاعة التاتو اللي هو أوريدي الحبر أو الإنك بتاع التاتو، طب في في مادة ناس تانية اسمها تقول لك رسوس. لا ده مش هينفع، مش هي كذا كذا، حاجات كتير قوي الناس بتتضايق مش منها. هنخش في تفاصيل، موضوع تمام. خالص هرمونية لأن دي مش بتاعتنا، لأن دي تمام. بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هو تمام. حلل وحرم. بس تمام. احنا هنتكلم في الجزء اللي نقدر نتكلم فيه، ان التاتو الجزء اللي فيه جدال اذا كان حرام او حلال بنسبة 100%، ان هو فيه دم بينزل ولا لأ. تمام. زمان ايام زمان في يعني في الوقت بس القديم سؤال، انتوا حدثتوه عملتوا طبعا شكل الموضوع جديد؟ اختلف بطريقة كبيرة قوي في اخر 10 سنين في التاتو بالذات، ان احنا فعلا توعدنا نجيلك المكان عندك ونصور؟ طبعا ده حاجة طيب تشرفني، نرجع طبعا حاجة تبسطني. لمهند الجميل حبيبي، ايه الموضوع يا مهند؟ فين؟ هنرجع لك تاني طبعا. ايه الموضوع يا مهند؟ الموضوع في ايه؟ موضوعك بقى، انت قالب التيك توك في فيديوهاتك والقناع اللي انت بتلبسه، البسه كده ورونا ده مش كده ولا حاجة، وعرفنا بنفسك. لبست تمام. ازيك حبيبي؟ الحمد لله. حبيب جدا، انت كبير خالص والله. يا رب يحفظك. عرفنا بدأت ازاي؟ انت مش مخرج انا بدأت ومذيع، ازاي؟ يلا نبدأ. انا بدأت بفيديوهات كده تعتبر زي الهلس شوية، تمام، بزور مع اصحابي ايام ده بسماش بقى كده يعني. بعد كده ابتدينا نطور شوية، ابتديت اعمل فيديوهات بعد كده بشكل مختلف. عندك قد ايه على تيك توك؟ عندي 500,000 و2000 كده لسه جايين ولا جاي في الطريق. بدأنا ازاي بقى التيك توك وخدناه ازاي وقلنا هخش التيك توك وابدأ العالم ده ازاي؟ والله في الاول كان هزار، بعد كده حبيت الموضوع يعني. طب قول لي كده كذا شخصية انت بتحبهم، انت وعبد الله. ازيك يا عبد الله؟ بدأت ازاي تيك توك يا عبد الله؟ هو كم العلم يا جماعة، عايز اقول لكم حاجة، انتوا هتلاقوا الشبه بيني وبين عبد الله كبير قوي. عبد الله ابن اختي، ومش بالواسطة والله، بس هو فعلا الناس بعتوا رسائل لينا وقالوا جيب عبد الله، وبالصدفة انا كاتب التصريح لقيته، قلت له عبد الله ايه يا عبد الله؟ قال لي انا جاي عشان الناس، وفعلا والله قابلته في الحلقة مبسوط قوي، وعايز اقول لاختي اهو ابنك جه اهو ومشرفك طبعا. احكي لي كده، وعايزين نعمل مع بعض دويتو. نعمل دويتوهات. يلا عبد الله. جدو كاميرا خالص حبيبي جد. قلب كده بس، وفي شخصيات كتير برضو بعملها يعني غير جدو مهند و كده يعني. ايه اكتر حاجه بتزعلك لو انت لقيت كومنت ضايقك؟ بيزعلك ازاي وبتتضايق منه ليه؟ وخليك لابسها، خليك لابسها ماشي. وانت نفسك في ايه؟ انا بطلت ازعل. ليه؟ لان اتعودت ان في ناس كتير قوي ما بتحبلكش الخير، او بتحب او شايفاك طول ما انت ناجح بتشتمك. فبطلت اللي انا اقرا كومنتات اصلا. انت خريج ايه؟ انا خريج اعلام. خريج اعلام زميل طبعا ملهاش شرف. طيب انت خريج اعلام من جامعه ايه؟ القاهره. جامعه القاهره. نفسك تبقى ايه الفتره الجايه؟ والله انا الفتره اللي جايه ابتديت ان انا احاول ادخل في السينما او في المسرح او حاجات زي كده. عندك حاجه قريبه يعني، ان شاء الله. وبدات كمان ابعد عن الاخراج. تمام. بس انا شايفك في التمثيل ضعيف، مش عارف ليه، بس يلا نحكم عليه، معانا حكم اهو، يلا ادينا كده اداء بس ما يكونش. طبعا ما احنا نحكم عليك دلوقتي اهو، انت وعبد الله عملنا بقى مشهد، بس يكون مطول شويه، اقل حاجه دقيقه يعني. مش ازيك عامل ايه؟ طب الحمد لله، ده كده مش مشهد صح. طب عايزه بجد ولا نغيره؟ اللي انت عايزه. طب نغير جده. يلا بينا. طب ما تخليه بجده افضل. لا 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 بلاش جده. ماشي. اسعد الله مساءكم من جديد. انت قلت اسمك ايه يا ابني؟ ايه مهم. مين؟ مهم. انت بتتك عليها ليه يا ابني؟ المهم انت مهاب صح؟ وانت أوه. مين؟ متولي سعيد. معرفكش. ماشي. ايه ده؟ بيطلع فين ده؟ مش عارف. وانت اسمك ايه؟ ايكو.
مين؟ ايكو. انت بتتكلم كده ليه؟ ايكو حالا. طيب انا شايف فيديوهات انت والبنات بتعملوها، الناس بتقول ما ينفعش بنات تعمل تيك توك، انت شايفها حلوه؟ ما دام في نطاق الاحترام والادب ما فيش اي مشكله. ما دام يعني ما دام حدش بيخرج عن يعني ما فيش حاجات زي بتعمل زي بره. اللي هو الناس بتحضن بعض في الفيديوهات وبوس وحاجات زي كده، احنا ما بنعملش الكلام ده. بالعكس احنا بنحترم الناس جدا وبنقدم لهم حاجه نظيفه، بنقدم افكار كويسه، بنوصل برضو افكار للناس. انت بتغني مظبوط ولا عبد الله اللي بيغني؟ انت بتغني؟ بس ايه؟ مش كنت انا مش كنت بغني، احنا في حفلات وكده بنعملها. عبد الرازق بتاعنا. طب انت بتغني؟ لا انا معايا التيم بتاعي، انا بتكتب اغاني. ايه الاغاني انت كاتبها؟ انا لسه في حاجات جايه ان شاء الله. بس انت بتكتب اغاني ولسه ما كتبتش لسه شويه. طيب انت عملت فيديوهات فيها غنى زي ايه مثلا؟ زي مهرجان كان اسمه مهرجان بليله، وكان في شو اسمه شفت صعيدي ده، كنا كاركتر تريقه وكلام من ده، كنا بنلبسين بليزر على جلابيه على جرافات. ده اللي جاب ترند معاك بالفعل. ده اللي جاب ترند. طيب نرجع لايكو الجميل. ايكو ايه اكتر حاجه بتحس ان هي صعبه قوي في المهنه دي؟ يعني تحس فعلا انت يعني فيها مشقه ليك تحديدا؟ تمام. يمكن اكتر حاجه بحس بتعبي فيها قوي، بس تعبي ده بيهون كله في ضحكه كلاين جالي ومبسوط، لما بيكون حد عنده جرح او حرق كبير ومؤثر في نفسيته جامد، وبيبقى جاي هو مش متخيل ولا متوقع ان التاتو ده هيعمل له حل، ومستهتر بالموضوع. تاتو ايه اللي هيداري لي حرق؟ انا لفيت لي دكاتره كتير. يعني بالفعل لو حد عنده حرق بيتغطيه له نهائي؟ طبعا لو في حد عنده حرق او جرح حتى لو بيتغطيه له خالص، لو حرق تمام. من درجه كبيره بيتغطى تماما، لان التاتو بيكفر الموضوع تماما بشكل جمالي. طب ممكن تقول لها المواد عشان برضو الناس بتختلط عليها الامور؟ قول لي الماده مواد كذا وكذا وكذا وكذا، بحيث نعرف برضو المواد دي عباره عن ايه. مبدئيا اول تاتو بيتكون من كذا جزء. مبدئيا كماشين تاتو اللي هو الجهاز اللي هو مسؤول عن اللي بيدي كهرباء للابره اللي هتشتغل. الماشين دي في منها انواع كتير، في منها جهاز نازل حديث اللي هو الصوت بتاعه ميوت مكتوم، في جهاز تاني نازل كويل بتاع زمان اللي هو كان بتسمع الصوت بتاعه. كان زمان في استك، كان في زمان فعلا طريقه الدق البدائيه اللي هو الدق اللي هو استك وابره، والموضوع ده يعني غير ادمي فعلا. تمام. يعني اللي بيعمله ده مش كويس وبيبوظ الجسم. في ابر، والابر انواع كتير جدا، بس اكتريه الناس هنا في مصر يعني عدم ضمير وعدم فهم بيستخدموا ابر صيني. ابر صيني ابر صيني، والكواليتي بتاعه وحش، فبتلاقي ان التاتو بدل ما المفروض لونه كويس على اخضر. مشكله مرض اوكي يعني بعيد عن الكورونا، ما هو الناس شايله مخزنه ضمير وعندنا موضوع ماده. فتعال نجرب يلا، انا شغال وبيعمل تاتو بسعر رخيص لان الناس تروح له، الناس عايزه حاجه رخيصه. طب ايكو اسعارنا كام؟ هو السعر ما بيتحددش، ملوش ستاندرد. اسعارنا كام؟ ما انا بقول لك السعر مش متحدد، يعني ما اقدرش اقول لك. بلاقي ارقام غريبه 10000 في حاجات فعلا ب 5000 وب 10000 وب 20000، بس هي بتحدد على حسب ايه؟ عدد ساعات الشغل اللي في الرسمه، ده وقتا، الماتيريال اللي هتستخدمه ككميه حبر وعدد ابر، لان في رسم ممكن تستخدم فيها اكتر من نوع ابره. طب وفي حد عمل تاتو ولقى نفسه مش مريحه يقدر يشيله نهائي؟ اتشال فعلا حاليا دلوقتي، انت في 2020 نزل اجهزه مصر، اجهزه ليزر بتشيل التاتو تماما، بس الجهاز اسمه تاتو ريموفال، جهاز ازاله التاتو بالليزر مش ليزر الحروق، لان ليزر الحروق بيشوه، فالناس فاكر ان الليزر بيشوه مش بيعمل ازاله. في فرق كبير ما بين الاثنين. مهند انت بتخدني ليه؟ مهند لو قلت لك من وجهه نظرك مش من وجهه نظر الفنان، انت حابب تعمل تاتو؟ ده انا لسه كنت اتفق معانا انا رايح بجد. انا كنت عايز انت تقول لي لا مستحيل. لا طبعا. تعمل تاتو؟ لا. ليه؟ هو خدنا عليه اللي هو حرام من صغرنا وكده، وغير كده اللي هو منظر كان حرمانيه صعب. طب انت حابب تعمل تاتو ليه؟ احنا الراي والراي. ايوه طبعا طبيعي، انا بحترم الراي جدا طبعا. اولا انا ما اعرفش هو حرام ولا حلال. تمام. وبرده زي ما هو لسه قايل من شويه يعني انت حابب تعمل تاتو ليه؟ ايه السبب كشاب دلوقتي حابب تعمل تاتو ليه؟ يعني نوع من انواع التجديد. يعني ايه التجديد؟ بتغير من نفسك. اصل هي بتبقى في ناس كتير قوي عامل تاتو من ناس اعرفها، بتبقى بص يا فنان بتبقى بس هي دقه بسيطه، بعد كده بتسحب الجسم كله لدرجه اللي هو بيجيب كل جسمه بعد كده، والناس تتمئز منه تقول ده عامل تاتو في كل جسمه. بس للاسف في حاجه صغيره يعني مهند قال هو عايز يعمل تاتو عشان خاطر هو نفسه يعمل تاتو عاجبه. بس هو التاتو مبدأه او بره عامه التاتو مش رسمه، التاتو ستوري. انت بتعمل قصه على جسمك.
عامله ليه؟ لسبب. اذا كان مثلا حدث حصل معاك في حياتك بتوثقه على جسمك، تاريخ ميلاد حد بتوثقه على جسمك، حاجه انت عايز تفضل عايش بيها طول عمرك، صوره حد غالي عندك زي والدتك او والدك اذا كان عايش او متوفى رسمتها على جسمك، حدث حصل بتاريخ معين كتبته، اسم شخص عايز عليك كتبته. مين اكتر ناس بيعملوا تاتو، رجاله ولا ستات؟ بصراحه الاكتر دلوقتي الستات. البنات بنسبه 90%. البنات يعني ممكن يجي لي من وسط 10 اشخاص 9 بنات وولد. تتجوز بنت عامله تاتو؟ عادي، ما انا عامل تاتو. انت ايه التاتو اللي انت حابب تعمله؟ هو قال لي فعلا انا عايز اعمل بوصله. عايز تعمل قصه، قصتك ايه بقى؟ بوصله وخريطه كده وطياره عشان السفر. بوصلة. يعني بوصله بوصله. انت لخبطتني. ايه علاقه بالاتجاهات والسفر؟ ازاي يعني؟ عشان بحب السفر وخريطه. خريطه ايه بقى؟ العالم. خريطه العالم كلها. هتقدر تعمله خريطه العالم؟ اعمل بس على حاجه صغيره كده. اعمل له اي خريطه ده. طب ما تلبس القناع اللي انت جايبه برضو، عايزين اداء برضو. انت قلت لي في قبل الهوا قلت لي فيديو حلو قوي عجبني بتاع البنوته الصغيره اللي هو بتاع بكام ده. واعمله مع عبد الله. انت مع عبد الله ما شافوش؟ طيب ابدأ ارتجال بقى. ارتجال. طب خلاص عبد الله يعمل اللي هو عايز يشتري مثلا المج ده. ماشي تمام. تمام علشان اخد منك الشاي. ماشي. طب وانت دلوقتي صاحب المحل. وانا صاحب المحل. تمام تمام. جدو يا حبيب جدو، عايز اشتري المج ده. كام المج ده؟ المج ده سعره سعر. خليك معانا. معاك. بكام المج ده حبيبي؟ هذا المج ب 55 ريال. ابشر. 55 مين؟ 55 ريال. ما عندناش العمله دي هنا. كيف يا شيخ؟ يا شيخ ايه بس؟ احنا حولهم مصري. طيب بكام مصري؟ 200 جنيه. 200 جنيه. 200 جنيه ليه يا حبيبي؟ 200 جنيه دول. جيني جيني دول اجيب لك بيهم عربيتين مرسيدس روما و لا عاصم و ابني لك برج في الزمالك. برج في الزمالك 200 جنيه؟ انت ايه انت جاي منين؟ 200 جنيه كتير. كتير قوي. مش عايزين ولا برج خليفه. حابب الشخصيه دي؟ سعيد. مش عايز تغيرها؟ والله هو التغيير مطلوب بس اللي هو اغيرها لحاجه احسن يعني. لو ما اغيرها بتحلم بايه لبكره؟ تحلم بايه؟ انت عايزني احلم بايه؟ تحلم بايه؟ انت عايز احلم بايه؟ انا ذات نفسي بحلم ان انا بحاجه كبيره. بس اهم حاجه تاخدنا معاك يوم الجمعه عشان ناكل مع بعض. ده اكيد ده اساسي. انتوا جايين معايا يوم الجمعه ان شاء الله في شيخ البلد. طيب اخر سؤال عشان اختم بالفقره. السؤال ده ما فيهوش اي مشكله خالص، بس هو جالي من على صفحه البرنامج الحلقه اللي فاتت. قالوا لي هو ليه عامل حلقه هنا وحلقه هنا وحلقه هنا وحلقه هنا؟ انا اسف. لا لا دي حاجه انا والله قسما بالله انا اسف خلص. فعلا بس ده السؤال ده اتسال لي ليه. تمام. ويعتبر انت ممكن لو مثلا قلنا من 100 مليون مصري ممكن تبقوا 15 20 واحد شايف ده. ممكن ابقى انا الوحيد. وممكن تبقى انت الوحيد لو في اي دوله اوروبيه او في امريكا. لا بره عادي جدا. بس في مصر ما شفتش. هنا بقى النظرات ليه؟ نفس السؤال انا اساله لك. انت ليه لابس بدله وفيست وحاطط اكسسوار في البدله؟ عشان انا حابه. نفس الكلام. انا حابب شكلي بالاكسسوار زي ما انا لابس رينجات في صوابعي. بس انا بالبدله والكلام ده الدنيا كلها بتلبسه. بس انت ما يعني خاتم ده اوريدي والساعه والبدله حابب اكون مميز. مميز وفي نفس الوقت لو هو مش لايق عليا ما كنتش هعمله. يعني الناس اللي بتشوفني ممكن يشوفوا يستغربني قوي بس يقول لي لا لايق عليك. بقول لك حاجه، احنا عارفين بعض بقالنا دلوقتي اسبوعين بس والله بحبك في الله. صدقني انا صدقني والله العظيم دخلت قلبه بحبك جدا والله العظيم وبعزك. عايز اقول لكم مهند كلمني الاسبوع اللي فات قال لي هطلع، قلت له مهند طالع معايا وعبد الله جه بالصدفه. هننهي الفقره دي ونطلع بعد الفاصل على شيخ البلد على طول. بحبكم جدا وانت بجد من الشخصيات الجميله جدا جدا جدا. نطلع بقى لشيخ البلد ونشوف المطعم الجميل.